في قطاع الأعمال تختلف متطلبات كل شركة حسب حجم أعمالها. هناك شركات تحتاج الباقة التي تعطيها الفرصة لتختار ما يناسبها، فيما شركات أخرى تبحث عن باقات تركز على المكالمات بين الموظفين، وبعضها تتنوع أعمالها فتحتاج لاتصالات داخلية دولية وخدمات الإنترنت. الآن موبايل أعمال وفرت باقات جديدة تناسب جميع الشركات. اختر الباقة التي تناسب أعمالك من باقات موبايل إنجاز. هذا تصميم الجديد. شاي؟ يلا. داثيانين الطبيعي في شاي ليبتون العلامة الصفراء يمنح عقلك الصفاء والانتعاش لتأتيك الأفكار بسهولة. مع شاي ليبتون العلامة الصفراء. شغفنا بالسفر والترحال يمتد لآلاف السنين. اهتمامنا ورعايتنا بضيوفنا كان ولا يزال جوهر تراثنا وتقاليدنا الأصيلة. بانضمامنا لتحالف سكاي تيم العالمي نواصل تقديمنا كل ما يسهل السفر مع 14,700 رحلة يوميا، 958 وجهة حول العالم، 470 صالة لرجال الأعمال، والعديد من المزايا. السعودية، أهلا بك في عالمك. أولئك الآن من المسيحيين الذين يربحون بين الإخوان إمكانية زيادة التمييز ضد المسيحيين، هل هم على حق؟ صراحة مصر تحتضن المسيحية والإسلام والإسلام السني. المرشح محمد مرسي ناشد الأطباء مؤخرا بأن لا يقعوا فيما سماه فخ التخويف من الإسلام، هل أقنعكم هذا الكلام؟ المية تكذب الغطاس واللي في الدست هتطلعه المغرفة. هل هناك الآن قانون يقول ميزوا ضد الأقباط؟ شكوى لغير الله نزل. أسقف حلوان والمعصرة الأنبا بسنتي نقطة نظام مع حسن معوض في هذه الأوقات على شاشة العربية. تخبرك وتخبر عنك في عيدها الخامس. جريدة الجريدة تخبرك وتخبر عنك.